مشاهدي الكرام، أسعد الله مساكم، أهلا بكم إلى عدد جديد من برنامج مع الحدث. في عدد اليوم من برنامج مع الحدث سنناقش الضبابية التي تكسو أسعار الخبز بداية السنة بالعديد من الولايات. ففي حين ارتفع سعر الخبز بولايات، بقي السعر على حاله بولايات أخرى. سنحاول أن نعرف من خلال هذا العدد من برنامج مع الحدث عن ما هي رسالة اختيار الفاتح جونفي من أجل الزيادة في أسعار الخبز، قلت ببعض الولايات دون ولايات أخرى. هل المشكل في قانون المالية الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جونفي، والذي ينص في بعض أحكامه على ضرورة مراجعة الدعم، هل هذا فعلا ما خلق المشكل وما دفع بالخبازين إلى رفع سعر الخبز؟ سنعود إلى بيان اتحاد التجار والحرفيين الذي يبرئ نفسه من هذه الخطوة ويقول بأن ملف الخبز أو سعر الخبز على طاولة الحكومة، ونحاول أن نعرف من يقف وراء هذا القرار، لاسيما وأنه مس العديد من الولايات في وقت واحد. كذلك سنناقش أو سنتعرف على رد فعل منظمات حماية المستهلك بالجزائر جراء هذه الخطوة، إذن لعدد من الخبازين على المستوى الوطني الذين قرروا رفع سعر الخبز من 10 دنانير إلى 15 دينار للخبز العادي. قلت الخطوة التي مست ولايات دون ولايات أخرى عبر القطر الوطني، كل هذا إذن سيكون مشاهدينا الكرام مع ضيوفنا عبر الهاتف. سيكون معنا رئيس جمعية الخبازين السيد عمر عامر، كما سيحضر معنا كذلك عبر تقنية سكايب الأستاذ تميم فادي المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك. لكن في البداية دعوني أبدأ مع السيد عمر عامر من جمعية الخبازين. سيدي، ربما أزمة أسعار الخبز هي أزمة تقريبا جديدة قديمة، لكن لماذا بدأ التطبيق، قلت على مستوى بعض الولايات، في الفاتح جونفي؟ ما هي الرسالة ربما من هذه الخطوة؟ شكرا لك أخي الكريم، لقد سبقتني الذكر وقلت أن مشكل سعر الخبز هو يعني مشكل قديم جديد. نعم. لأنه الضغوطات اللي راح يمر بها أصحاب قطاع المخابز أصبحت يعني تعيقهم على يعني أداء العمل تاعهم. نعم. هذا راجع إلى غلاء كل المواد التي تدخل في نعم. يعني صناعة الخبز، إلا أن السعر بقى في مكانه منذ سنة 96. نعم. كما أننا قمنا بلقاءات ومشاورات ويعني اجتماعات مع الوزارة المعنية. نعم. نعم. وكذا مؤخرا. نعم. مع جميع القطاعات الوزارية التي لها علاقة بهذا الملف، والحمد لله احنا الملف اليوم راه موجود على طاولة السيد الوزير الأول. نعم. الذي نتمنى أن يكون يعني هناك يعني إجراءات في أقرب الأجل حتى يمكننا أن نخفف الضغط على أصحاب هذا القطاع. نعم، شكرا جزيلا سيد عمر عامر، ابقى معنا، سأعود إليك بعد لحظات بعد أن أتحول إلى الأستاذ تميم فادي، قلت المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر تقنية سكايب. في البداية سيد تميم فادي، كيف تفسرون هذه الخطوة؟ هل كانت مفاجئة لكم أم كانت منتظرة؟ يعني قضية الخبز مستويات ويعني قضية الخبز مطروحة، حتى أن المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك وحدها رافقت جمعية الخبازين ورافقت وزارة التجارة في دراسة ميدانية كم سعر الخبز بعد كل هذه الزيادات. منذ 3 أشهر الملاحظ للشأن الاستهلاكي في الجزائر يرى أنه بعض الولايات سارعت إلى الإضراب، سارعت إلى رفع الأسعار، لتتجمع مرة ثانية مع بداية عام 2022 لتنطلق حملة لزيادة الأسعار. النقطة الأولى التي يجب الإشارة
صحيح أن أسعار المرافقة لإنتاج مادة الخبز ارتفعت من يد عاملة، من فاتورة كهرباء وغاز، من مواد أخرى، بقي فقط مادة الفرينة اللي هي مدعمة، نعم لكن هذا لا يسمح لأي كان يتعدى على قوانين الجمهورية، ولا يسمح لأي كان أن يخالف القانون. أننا رحنا في جمهورية، في دولة، مناش في غابة أنه يجي واحد ويفرض الواقع على المستهلك. وبنذكر يعني الخبازين انه السعر المقنن يعني هو 7 دينار 50 و8 دينار و50 بالنسبه للخبز المحسن، 7 دينار 50 بالنسبه للخبز العادي. ارتفع بسياسه الامر الواقع الى 10 دنانير، والان نريد مجموعه الخبازين يريدون رفعه الى 15 دينار مع ممارسه سياسه الامر الواقع على المستهلك. نحن كمنظمه جزائريه لحمايه وارشاد المستهلك ومحيطه نتفهم مشاكل وانشغالات اخوتنا الخبازين، لكن بهذه الطريقه ومخالفه للقانون لا نستطيع ان نتفهم هذا الامر ولا نقبل هذا الامر نهائيا. أعلننا أن جميع التبليغات التي توصل للمنظمة عن طريق صفحتها الرسمية أو موقعها، نعم، تطبيق إشكي سيتم، أو الرقم القصير 33-11، سيتم تحويلها مباشرة إلى المديريات الولائية للتجارة. نعم. سنعود أستاذ تميم فادي لنتحدث عن كيف ستتعامل، ربما ما هي الخطوات المستقبلية للمنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك، لكن قبل ذلك دعني أتحول إلى الأستاذ عمر عامر، قلت الحاضر معنا عبر الهاتف. أستاذ عامر، نبقى دائما ونتحدث عن التزامن هذه الخطوة للخبازين مع بداية جانفي 2022. هل المشكل ربما في قانون المالية الذي نص في بعض أحكامه على ضرورة مراجعة الدعم؟ هل هذا ما دفع بالتجار لخطو هذه الخطوة الارتجالية بالرفع من سعر الخبز الذي نعرف عنه أن مادة مدعمة وأن سعره مقنن؟ نعم أخي، أؤكد لك أن قانون المالية الذي تحدث عن رفع التدعيم ليس له أي علاقة بهذا الزيادة في سعر الخبز في اليوم الأول من السنة الجديدة، لكن ارتفاع بعض المواد يعني في الأسبوع الفارط هو ما يعني جعل مجموعة من الخبازين بالقيام برفع التسعيرة، وهذا إذا يعني كامل الخبازين المتواجدين عبر التراب الوطني. هناك فئة يعني نقدر نقول باللي لم تستطيع الصبر لهذه الزيادات وهذه التكاليف، فاتخذت خطوة يعني انفرادية، يعني لم ننادي نحن كجمعية وطنية للتجار الحرفيين بهذه نعم. العمل بهذا العمل. نحن الملف قلنا باللي راه متواجد على مستوى نعم. سنعود إلى هذا أستاذ عمر عامر، سنعود إلى البيان الصادر اليوم من اتحاد التجار والحرفيين، لكن لنبقى في هذه الزيادة. تكلمتم عن زيادات في بعض السلع منذ الأسبوع الماضي، لكن كما قلنا بأن مشكل سعر الخبز في الجزائر ليس وليد اليوم، أو الخبازون كانوا قد أنذروا بهذه الخطوة منذ ما يزيد عن 6 أشهر، يعني منذ منتصف السنة الماضية. ما هي هذه السلع ربما الذي ارتفع سعرها أو الذي يؤثر هذا الارتفاع في السعر على سعر الخبز اليوم؟ شوف أخي، بالنسبة للسلع التي تدخل في تحضير مادة الخبز والتي نعم. يعني كان فيها ارتفاع في الأيام الأخيرة، نقدر نقول لك مادة الخميرة اللي وصل السعر تاعها حتى 530-540 ألف يعني نعم. للكرتون، مادة السكر، مادة الزيت، حتى الكهرباء، الغاز، يعني جميع الأمور التي تدخل في تحضير مادة الخبز يعني شهدت عدة زيادات متتالية، لكن يا للأسف السعر بقى يحافظ على السعر تاعو المقنن من طرف الدولة الجزائرية. لكن احنا
لما وضعنا الملف تاعنا امام الوزاره الوصيه الوزير الاول، حنا نتمنى باش تكون يعني افراج عن هذه الحلول اللي كنا طرحنا عده حلول وعده اقتراحات اللي من شانها ان تخفف الضغط على اصحاب هذا القطاع اللي راهم رايحين الى يعني الى افلاس، يعني افلاس محتم. نقدر نقول لك يعني كاين عده مخابز اللي غطت في الاونه الاخيره نظرا لعدم وجود هامش ربح اللي يحفظ هذا الخباز يعني الديمومه والمسايره في هذا القطاع. نعم شكرا، ساعود اليك بعد ان اطرح السؤال للسيد تميم فادي. سيد تميم، هل هذه الزيادات ربما في اسعار بعض المواد الاساسيه في انتاج الخبز التي تحدث عنها السيد عمر عامر، هل يمكن لها ان تفسر هذه الخطوه التي اذكر بانها خطوه ربما تكون ارتجاليه من بعض الخبازين لرفع من سعر الخبز؟ اكيد، يعني انه المرسوم اللي يحدد سعر الخبز المقنن هو من سنوات التسعينات، يعني 94 صدر هذا القانون. صحيح انه ماده الفرينة المكون الاساسي للخبز بقيت مدعمه، لكن باقي المواد اليد العامله الكهرباء والغاز، يعني حتى الاجارات تاع الكراء ولا كل شيء زاد. هذه امور يعني احنا قبل سنتين قمنا مع وزاره التجاره ومع الاتحاد العام للتجار والحرفيين بدراسه ميدانيه كم سيكلف الخبز يعني بنتيجه الزيادات. وصلنا انه سعر الخبز 12 دينار يكون فيه فائده يعني جيده للخباز، وفيه بالمقابل يعني سعر مريح للمستهلك. لكن للأسف الشديد هذا الاقتراح وهذا العمل الميداني اللي دام مدة عام لم تأخذ الجهات الوصية بعين الاعتبار. لكن يعني لكي ننور المشاهد الكريم، الخباز لا يعتمد فقط في إنتاجه على الخبز المقنن، هو ينتج العديد من أنواع الخبز وحتى الحلويات. يعني لما خباز يصور لك أنه هامش الربح ضعيف جدا أو منعدم في هذه المادة، عنده يعني مواد أخرى يسوقها، وكل المواطنين احنا جزائريين ونشوفوا في يزيد شوية سمسمي يبيعوا ب20 دينار، يزيد الزيتون يبيعوا ب20 دينار، كاين الهلاليات اللي يتم تسويقها في المخابز. يعني هذه الصورة النمطية اللي يعطيها الخبازين دفاعا عن حقهم. أنا احنا نقولوا كمنظمات احنا مع مطالب الخبازين لكن في إطار القانون، إذا تعدينا على القانون سقطت المطالب. كنا نتمناو أن هذو الخبازين بدل ما يفرضوا سياسة الأمر الواقع على المستهلك مباشرة يعني في يوم بداية سنة جديدة، كان من المفروض اللجوء إلى النقابات المهنية الخاصة بهم والمناقشة مع الجهات الوصية. يعني هذا الأمر اللي قاموا به مخالف للقانون. نعم ولا يتقبله أي شخص. سنتحدث في هذه النقطة، لكن أتحول إلى الأستاذ عمر عامر من جمعية الخبازين. إذن أستاذ عمر، بيان لاتحاد التجار والحرفيين يبرئ الاتحاد من هذه الخطوة ويقول أن الملف على مستوى طاولة الحكومة، فمن يكون المسؤول؟ من يقف وراء هذا القرار؟ فلو كان قرارا معزولا أو ارتجاليا كما قلنا منذ البداية لما مس عديد الولايات. نعم أخي، نحن نؤكد كجمعية وطنية للتجار والحرفيين أن هذا القرار لم يعني ندعو الى هذه التصرفات، لانه نحن نعلم ان القرار هذا الذي اتخذ يعني قرار غير قانوني. نعم. وغير شرعي، ولهذا نحن نريد ان نعمل في اطار القانون وفي اطار الشرعيه، وهناك سلطات هي من تحدد السعر، ونتمنى ان يكون تحديد السعر من طرف السلطات المعنيه حتى يكون هناك يعني العمل في اطار قانوني. اما فيما يخص الانشغالات اللي تعني الخبازين كامل، احنا كنا يعني الملف اللي قدمناه للوزير الاول، وهذا يعني في اللقاءات الاخيره
اللي تمت في وزارة التجارة بتعليمة من الوزير الأول، واللي تم أكدنا على كل المطالب وكل الانشغالات، واللي يعني لقينا وعود يعني أنه راح تكون يعني حلول يعني جذرية وإيجابية لهذا الملف، حتى يعني نتفادى تصرفات غير مسؤولة من طرف بعض الأشخاص، يعني اللي نطلب من يعني ندعو ان يتراجعوا على هذه الاعمال التي تضر بالمواطن والوطن. احنا نتمنوا باش نلتزم بالاطار القانوني في نشاطنا التجاري. نعم، لكن استاذ عمر عامر، في رايكم من يقف وراء هذا القرار وهذا النداء الى الرفع من سعر الخبز، او انه كان فعلا قرارا ارتجاليا من بعض الخبازين اخذ منحى كره الثلج؟ هو يعني في الحقيقة هذا يعني لم يكن قرار أي جهة يعني من الجهات، نعم، يعني كما نقولوا المنظمة يعني بتعمل، نعم، في إطار منظم. هذا كقرار كان الإخوة الخبازين عبر كامل الولايات، يعني اللي هما كانوا ينتظروا أنه راح يكون في الأسبوع الأول أو الأسبوع الثاني من هذا السنة راح تكون يعني قرارات جديدة اللي راح تسهل لهم العمل، لكن لما شافوا أنه ما كانش حتى نتيجة قام بعض الفرادة باتخاذ هذه الخطوات اللي احنا يعني لا تعين بأي صلة من الواقع اللي رانا عايشين. نعم، يعني في رأيكم هي قرارات فردية لبعض الخبازين؟ نعم، احنا نقولوا قرارات فردية، لكن هذه القرارات التفريضية ما جاتش يعني جاتش بدون يعني أي شيء، جات بعد الضغط الكبير الذي أصبح الخباز يعانيه. يعني لما الخباز انتظر كثير أنه هو ينتظر في الحلول، لما شافها ما جاتش احنا رانا نمشيو بالطريقة يعني القانونية والطريقة التنظيمية، ورانا في يعني لقاءات مع المسؤولين تاع البلاد باش نلقاو الحلول. احنا رانا يعني نقوموا بالواجب تاعنا، وحنا نتمناو ان الاخوه هادو يزيدوا يعني يصبروا، يعني في القريب العاجل ان شاء الله راح تكون كاينه حلول، اللي بدون ما تخلق الحلول هذيك الغير قانونيه اللي حتجي مورا تنجر موراها متابعات، نعم، ومشاكل. احنا نتمناو باش ما يكونش هذه الامور. نعم، شكرا جزيلا للاستاذ عمر عامر. اتحول الى الاستاذ تميم فادي. الاستاذ عامر تحدث عن ضغوطات كبيره للخبازين على المستوى الوطني الذين يعملون، قال، في ظروف صعبه ما اجبرهم ربما على اتخاذ هذه الخطوة هي الرفع من سعر الخبز، لكن يبقى أن القرار ولو كان قرار فردي لبعض الخبازين غير قانوني، ذلك لأن سعر الخبز مقنن، الدولة وحدها والحكومة وحدها تقرر في سعر الخبز بالجزائر. طيب أستاذ تميم فادي، كجمعية لحماية حقوق المستهلك، كيف ستتعاملون مع هذه الخطوة؟ يعني أولا بداية أصدرنا بيان نهار اليوم، نعم، أنه سنتعامل مع جميع الشكاوي التي تصلنا بعنوان المخبزة بالتبليغ مباشرة للجهات المختصة قانونا، لأن هذا الفعل غير قانوني ويعاقب عليه القانون. نعم، يعني تسويق مادة مقننة بغير سعرها القانوني هو أمر مخالف للقانون ويعرض صاحبه للمعاقبة. أيضا يعني نطلب من الإدارة سرعة التفاعل مع النقابات المهنية اللي نشكرها على موقفها، نعم، يعني شجاع، رغم أنها القاعدة عندها تطالب بإضراب وتطالب برفع أسعار، لكنها في سبيل الوطن يعني سارعت إلى إصدار بيان وتبرأت من هذه الإضرابات. ما نحطهمش في حرج مع القاعدة تاعهم، ما تخرجش الأمور من أيدينا. نطالب احنا كمنظمة جزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه بفتح باب النقاش في هذا الموضوع، لأنه وصل إلى مرحلة الآن فيها ناس انشقت عن تنظيماتها المهنية وتمارس الدعاية
في من خلال وسائل التواصل والتحريض على الإضراب والتحريض على رفع الأسعار، يعني مساعدة لهذه النقابات وعلى رأسها الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين اللي نشكرهم جزيل الشكر على الموقف الشجاع، لكن لازمنا نعاونوهم أنه نفتحوا هذا الملف ونوصلوا لحلول بمشاركة جمعيات حماية المستهلك لأنها هي اللي تمثل المستهلك، نوصلوا إلى حل وسط يرضي المستهلك ويرضي التاجر في نفس الوقت. الآن كل إنسان محرض على هذا الأمر يجب أن يتحمل مسؤوليته ويتحمل التبعات القانونية، لأنه إحنا في دراسة للسوق لاحظنا أنه بعض المخبازين أيضا يعني من شدة الحرج أغلق. نعم. ما هوش حاب يزيد في السعر، لكن يعني مع الزملاء تاعو اللي التحرير قائم في هذه الفترة يعني إحراجا من الحرج تاعو أغلق المخبز تاعو وينتظر ماذا سيصير. يعني من المفروض يعني هذه قضية الخبز عندها مدة، عندها عدة، عندها تقريبا أكثر من سنة، وخلال 3 أشهر الأخيرة يعني اللي تابع السوق الاستهلاكي جيدا في الجزائر كان يتنبأ أنه سيحدث شيء في هذا المجال. على الإدارة المسارعة في فتح هذا الملف ومعالجته بطريقة نهائية، لأنه من غير السوي أنه مجموعة تجار يتعدوا على القانون ونبقوا نتفرجوا. مفروض أنه تكون حتى مديريات التجارة نطلبوا منهم، لأنه يعني حتى مديريات التجارة لحد الآن ما كانش تحرك في هذا المجال. أعرف أن الموضوع شائك وكبير، لكن لازم ما نخليوش الناس تحط المستهلك في أمر واقع. نعم. طيب لازم تكون هذه الأمور مدروسة جيدا، والحل يجب أن نساعد. نعم. بالحل قبل أن تتأزم الأمور أكثر من ذلك. نعم. طيب أستاذ فادي تميم، يشير لي الزملاء بأن الوقت لم يبقى منه الكثير. آخر سؤال، ربما الجزائريون معروفون أنهم مستهلكون أو مستهلكين كبار للخبز، لكن أيضا مبذرين للخبز، فحجم التبذير في الجزائر بما قيمته بالعملة الوطنية الملايير سنويا، هل يمكن أن يكون هذا سببا مقنعا لإعادة النظر في دعم مادة الخبز؟ احنا كمنظمة جزائرية لحماية وأرشاد المستهلك ومحيطه منذ سنتين ونحن نطالب بأنه هذا الخبز الأبيض الناتج عن الطحين الأبيض راه مضر بالصحة أكثر. نعم. من يفيدها. طالبنا بالخبز الكامل، لأنه الخبز الكامل عمليا راه مفيد لصحة الإنسان وما عندوش أضرار. احنا نتمناو أنه هذا الملف يفتح، وحتى الدعم في الجزائر أصبح هذا الدعم يجب إعادة دراسة آليات الدعم، لأن هذا الدعم الذي أصبح يذهب لغير أصحابه من الأحسن أنه نعاود. نعم. آليات الدعم، وأنه الدعم هذا يروح مباشرة. شكرا. للفئة المحتاجة له، هذا الدعم اللي أصبح في كل مادة استهلاكية مدعمة. شكرا. كثير من مشاكل نتمنى وإحنا كمنظمة جزائرية لحماية وأرشاد المستهلك أنه هذا الدعم يتم تحويله بطريقة أخرى. شكرا جزيلا للسيد فادي تميم، أذكر أذن المنسق الوطني للمنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، كما أشكر السيد عمر عامر الذي كان معنا عبر الهاتف رئيس جمعية الخبازين. كان إذن هذا موضوعنا مشاهدينا الكرام لعدد اليوم من برنامج مع الحدث، موضوع إذن قلت الضبابية في أسعار الخبز مع بداية 2022 عبر ولايات الوطن. نلتقي في أعداد جديدة من نفس البرنامج، برنامج مع الحدث. إلى ذلك الحين أستودعكم الله. سلام.